شكرا على تلبية الدعوة وشكرا على المساندة ديالكم. حنا المكتب الجديد الشرعي لجمعية الجود للسكن. هذا المكتب اللي انتخب خلال الجمع العام ديال 17/12/2023 بطريقة شرعية ديمقراطية مع كامل الشفافية وبالنصاب القانوني وبأغلبية ساحقة، إلا أنه كنتفاجئوا الوقت اللي بغينا نبلغوا السلطات ان مصالح مختصه رفضت انها تسلم عندنا الملف ديالنا ديال الجمع العام. والسؤال المطروح هو واش اي مكتب انتهت الصلاحيه ديالو؟ هنا تجدر الاشاره الى ان هذا المكتب انتهت الصلاحيه ديالو منذ 3 سنوات ونصف. كنتمنى ان السلطات يوصل النداء ديالنا للسلطات ويتعاملوا مع هذا المكتب الشرعي القانوني وباش يمكن لنا نخرجوا هذه الجمعيه للبر الامان ان شاء الله. نحن مكتب الجمعيه المنتخب من طرف المنخرطين في الجمع العام اللي دار نهار 12/17/2023. هذا المكتب هذا اللي انتخب بطريقه ديمقراطيه وبشفافيه وكان عنده أغلبية ساحقة. واحد المفاجأة تفاجئنا بها ملي جينا بعد عدم استلام الملف القانوني ديالنا للجمعية لدى السلطات المحلية. مع المشكل اللي طرا هو أن تسلموا تعرض من عند المكتب السابق المنتهية ولايته، وحنا ما بغوش يتسلموا من عندنا الملف القانوني ديالنا اللي هو شرعي وقانوني، بحكم ان المكتب القادم دار لنا تعرض. مفارقه عجيبه، بغينا نفهموا ما معنى هذه المساله ديال انهم يشدوا تعرض من عند مكتب قديم منتهيه صلاحيته وما يشدوش الدوسي القانوني او الملف القانوني للجمعيه الحاليه. كاين ما هو موثق قانونيا بحضور المفوض اللي هو مبعوث من طرف رئيس المحكمه. كاين كذلك عندنا توثيق ديال فيديو اللي فيه بعض ما جرى، لانه علاش؟ لان كان المكتب السابق هو اللي مخول ليه انه جاب الكاميرا، فاحنا درنا بعض الاجتهادات وبعض ما التقط في الهواتف. الا انني نقول على هذا المكتب بانه عانينا معاه الامرين 13 سنه واللي زاد في الطين. بالله خلي عليك الخدمات، خلي عليك عدم التواصل النهائي، ما عمرو ما استدعانا شي تواصل، بل كان دائما ينادينا الى جاو غير ثلاثه الناس كيقول لهم من انتم؟ خاصك تتكلم انت بوحدك. وهذا هو اللي زاد في الطين بله، اللي زاد في هذه البله هذه حين وجدنا بان تيتر مير ديالنا محجوز عليه من طرف شركه بيرفورمانس اللي كانت ديال الاشغال الكبرى. كيف يعقل ان ساكنه دفعت الثمن ديال الشقه ودفعت لكم ليكلاتمو، وكنا حنا كننتظروا باش ليكلاتمو تبقى ربما في 1.5 غادي الان 2024 تنتقل الى 4%. تصوروا ان هذا المكتب ما كانش كيعطينا حتى البادره ديال اننا نتحاوروا معاه. المنخرطين ديال جمعيه الجود للسكن يحتجون اليوم لسبب يجتمعون الان للاحتجاج على 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 السلطه. هذه السلطه اللي رفضت انها تسلم لنا الوصل من بعد ما تم انتخاب مكتب جديد عبر جمع عام قانوني. هذا الجمع العام اللي جاء بعد نهايه الولايه ديال المكتب الاول تمت الدعوه الى جمعين عام. هذا الجمع العام ازاح المكتب القديم وانتخب بالاغلبيه الساحقه مكتبا جديدا بالمحاضر ديالو بجميع قوانين اللي كيجري اللي جاري بها العمل. ولما مشينا باش نديبوزيو الدوسي جوريديك ديالنا الملف ديالنا ديال الجمعيه، السلطه المحليه رفضت. السؤال ديالنا لماذا رفضت السلطه هذا الملف؟
الاسباب ديالها لا نعلموها ورا واش كتقول. حنا نركز على ان الملف ديالنا ما قبضتوش من عندنا السلطه. اذا نتساءل ونحن اليوم نحتج جميع المنخرطين ديال الجمعيه يحتجون. المناشده ديالي انهم يتعاملوا مع هذا المكتب اللي هو شرعي، لان هنا كاين على المحك مصالح ديال ازيد من 400 منخرط اللي تسناو دابا 13 سنه ولا 12 سنه باش يشدوا الشقق ديالهم. تيتفاجئوا دابا انه كاين حجز على العقار، يعني على الارض، وبالتالي هذه كانت بالنسبه لهم صدمه، وبالنسبه لي انا شخصيا كانت صدمه. دونك المفروض ان هذا المكتب هذا ياخذ يعني بيد الجمعيه لبر الامان، ويعطي للناس لي تيتر ديالهم، ويعطي الحقوق الماليه. حنا دابا كنزيدوا كنطالبوا بالحقوق ديالنا في الاموال ديالنا اللي خلصناهم، في الاموال اللي غادي نزيدوا نخلصوهم، بحكم ان لي زيكلاتمون دو تيتر اللي خلصناهم في 2020 دابا غادي تزاد علينا بقانون الماليه، برسم قانون الماليه 2024 من 1.5 ل 4%. هذا غير زيكلاتمون دو تيتر، دونك غادي تزادوا علينا اموال اخرى وما عرفناش شنو مازال كاين. والعقار اللي هو حنا فيه المشروع ديالنا لقيناه محجوز لدى المحكمه من طرف الشركه اللي سهرت على البناء. دونك الشركه ما تقادتش المستحقات ديالها وقامت بحج العقار، وحنا مازال مطالبين بمستحقات جديده، وزعما ما فهمناش الموقف ديال السلطه في استمرار مع هذا المكتب اللي كيغرقنا نهار على نهار، وباقي ما تسلمناش الشقق ديالنا.